السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وعافية جيدة إن شاء الله. مهم خبر زوين وخبر عاجل هذا اللي تنتوصلوا به. إسبانيا تعلن على استئناف الرحلات البحرية مع المغرب الأسبوع المقبل إن شاء الله. وهذا هو الخبر اللي جاء في صحيفة سيوتا أكتواليداد، ذكرت بأن أول رحلة بحرية إن شاء الله بين البلدين، يعني ما بين إسبانيا والمغرب، ستنطلق في الأول من نوفمبر، يعني تشرين الأول المقبل، مشيرة أن يعني الشركة العامة في هذا القطاع توصلت بإشعار في الموضوع وشرعت فعلا في الإعداد لعودة أنشطتها. بعد توقف طبيعة الحال هذا دام أشهر، توصلت كل من إسبانيا والمغرب إلى اتفاق يقضي بإعادة استئناف الرحلات البحرية التي تربط بين ضفتي المتوسط بداية من نوفمبر تشرين الثاني المقبل، يعني الشهر الجاي إن شاء الله، بحسب ما أفادت به وسائل الإعلام إسبانيا اليوم الأحد. هذا الشيء اللي كنا أخوتي، وهذا خبر زوين يعني تنتوصلوا به. كما قلت لكم، قالت الصحف الإسباني أنه المرجح جدا أن يتم تنظيم عملية مرحبة صغيرة خلال عطلة رأس السنة حتى يتسنى لأفراد الجالية المغربية المقيمين بإسبانيا بالعودة إلى بلدهم بعدما حرم الآلاف منهم من ذلك لعدم وجود ربط بحري بين البلدين. الصيف الماضي كما عرفتوا يعني كانت لدى الأزمة الخانقة وغلق الحدود والمشاكل اللي كانت بين المغرب وإسبانيا. مهم، هذا شيء يدل على أنه هناك فرج، هذا شيء يدل على أنه هناك انفراج زوين في العلاقات ما بين المغرب وإسبانيا. وكانت شركة تقوم بالنقل البحري البلدي قد اضطرت في منتصف حزيران الماضي إلى نقل أسطولها المكون من 5 سفن كانت تؤمن الخط الرابط بين طنجة المغربي وطريفة الإسباني إلى موانئ أخرى مثل مايوركا وأليكانتي ومينوركا، بسبب استئناف المغرب حينها للموانئ الإسبانية من عملية عبور الجالية المغربية في أوروبا، على خلفية التوتر بين البلدين آنذاك بسبب استقبال مدريد كما تعرفوا الزعيم ديال جبهة البوليزاريو الانفصالية إبراهيم غالي. مهم، هذا خبر زوين وتنزفوه لكم، ويعني العلاقات بين المغرب ربما ترجع إلا ما كانت عليه من علاقات يعني جيدة، وشيء تنتمناه. وتقول كذلك الصحيفة الإسبانية إن إعادة النقل البحري يأتي تماشيا مع التوجه الجديد للبلدين وتبع لإعلانهما عودة علاقتهما الدبلوماسية إلى مجراها الطبيعي بعد التوتر الذي طبع خلال الأشهر الماضية. كنا تنعرفوا يعني المشاكل اللي كانت ما بين المغرب وما بين الجزائر. المهم، هذا ما كان في هذا الخبر. هذا نتلقى معكم شي فيديو آخر، ما تحرموناش من الدعم ديالكم للقناة وبالاشتراكات ديالكم وباللايكات ديالكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.